أحياناً ما تحلم أن في حد يطاردك أو حيوان مفترس بيهجم عليك، لكنك مو بقادر تتحرك ولا قادر تركض ولا حتى تصرخ. السبب هو أن الأحلام الواضحة تأتي للإنسان في مرحلة اسمها REM أو Rapid Eye Movement، يعني حركة العين السريعة، وهي حالة من النوم العميق لما الإنسان يوصل إليها يكون مشلول تماماً، ما تتحرك فيه غير عينه والحجاب الحاجز علشان يتنفس. أما في داخل الدماغ فهناك منطقتان تظلان نشطتان جداً، وهما الجهاز الحوفي اللي يسمونه Limbic System، وهو أحد الأجهزة المتحكمة بالتحفيز والعواطف والتعلم والذاكرة وغيرها. والمنطقة الثانية هي الفص الجبهي، وبالتحديد منطقة صغيرة فيها مسؤولة عن الإدراك والتخطيط والذاكرة العاملة. هالمنطقة هي آخر المناطق اللي تظل تنضج في الإنسان مع تقدمه في العمر، لذلك نجد أن الطفل والمراهق ما عنده مهارات إدراكية وتخطيطية عالية. هذا اللي يفسر تأثرنا بالمشاعر اللي تمر فينا لما نحلم في هذه الفترة من النوم ونتذكر تلك الأحلام بوضوح وكأنها واقع. ولذلك يقول أحد الباحثين في مجال الأحلام في كلية هارفارد للصحة إن الأحلام هي حالة نفكر فيها بطريقة كيميائية مختلفة عن الواقع. أكيد مرت عليك هالحالة، تكون في منتصف حلم مخيف أو حتى سعيد وتقول فجأة لحظة، هذا حلم صح ولا لا؟ هذه الحالة فسرها طبيب نفسي هولندي اسمه فريدريك فان في عام 1912 وسماها الحلم الواعي Lucid Dream. أحياناً تحلم أنك أنت جالس تتعشى مع شخص معروف لكنه مات وتقول فجأة لحظة، هذا الشخص مو بحي، كيف أنا جالس معه؟ السؤال هو كيف يدرك الدماغ هالحقيقة وهو في مرحلة من أعمق مراحل النوم؟ عدة نظريات حاولت تفسر لحظة الوعي في وسط الحلم، أبرزها تقول إن قشرة الفص الجبهي تنشط فجأة في مرحلة حركة العين السريعة، ويزداد نشاطها في عملية التفكير المنطقي بالتزامن مع النشاط المزدهر لمنطقة الجهاز الحوفي اللي تعطينا الصورة العاطفية اللامنطقية للحلم، فينتج عن هذه النشاطات خلطة متناقضة، مشاهد خيالية عاطفية يلعب فيها النائم دور البطولة، وشعور عند النائم في الوقت نفسه بلا منطقية هذه المشاهد وحتمية كونها مجرد حلم. في القرن الثامن الميلادي كان الرهبان البوذيين يكرسون حياتهم لتعليم أتباعهم طقس شبيه بالحلم الواعي اللي نعرفه اليوم، اسمه يوغا الحلم دريم يوغا، وهو نوع من اليوغا تمارس لتحقيق الوعي حتى في مرحلة النوم. إذا كنت من عشاق الشعر العربي بتقدر تسافر إلى حلب القديمة وتقابل المتنبي، وإذا كنت تحب الموسيقى بتقدر أنك تروح إلى فيينا في القرن الثامن عشر وبتلتقي ببيتهوفن أو موزارت وبتسمع سيمفونياتهم منهم مباشرة، وبتقدر تطير وتقعد فوق الغيوم البيضاء وتحقق أحلام طفولتك، أو تسافر بين المجرات وتدخل الثقوب السوداء وتكتشف خباياها. هذه الأحداث كلها ممكن رسمها بالشكل اللي تتمناه إذا وصلت لمرحلة متقدمة جداً من مهارة التحكم في حلمك الواعي. قبل ما نعرف كيف نمتلك مهارة الحلم الواعي أكيد تسألون شو أهمية أني أتعلم هالمهارة؟ يعني ليش أصنع أحلامي بنفسي طالما أنها مجرد أحلام؟ فتتفاجئون إذا عرفتوا أن مهارة الحلم الواعي لها تأثير كبير جداً على عملية التفكير الملهم والإبداع في وقت اليقظة، وأن مجموعة كبيرة من عظماء التاريخ كان مفتاح إنجازهم هو تحكمهم بهذه الأحلام. بعض من روى سيرة أينشتاين قالوا أن توصل إلى نظرياته الثورية من خلال الأحلام الواعية. تصوروا أينشتاين كان دائما يتخيل مشاهد معينة تقوده إلى استيعاب نظريات علمية معقدة، حتى هو نفسه كان يقول أنه يعتقد بوجود قوة خفية في العمق خلف الأشياء النظرية. ورغم أن الممارسة الإرادية للحلم الواعي ما كانت معروفة في ذلك الوقت، لكن أينشتاين كانت عنده القدرة على الحلم والتخيل الواضح وكأن يتحكم بمجرى الأحداث، لذلك بعض المؤرخين قالوا أن أينشتاين امتلك مهارة الحلم الواعي. الرسام الإسباني الشهير سلفادور دالي هو أيضاً أحد المشاهير اللي استلهموا أعمالهم الاستثنائية من الأحلام الواعية،
ويعتقد أن دالي كان يستخدم الحلم الواعي لإعادة برمجة أحلامه اللي أصبحت مصدر للمشاهد الغريبة المرسومة في لوحاته. امتلاك مهارة الحلم الواعي تساعدك على تعلم الكثير من المهارات الحياتية عن طريق الحلم. في دكتور اسمه دانييل إرليكر من جامعة بيرن السويسرية أجرى دراسة على 40 شخص خضعوا فيها لتجربة يصوبون فيها العملة المعدنية إلى كوب على بعد مترين، وقسم الأشخاص في الدراسة إلى 3 فئات. الفئة الأولى طلب منهم أنهم يتدربون على التصويب بس في الحلم الواعي فقط، الفئة الثانية خلاهم يتدربون في اليقظة، والفئة الثالثة ما خلاهم يتدربون أبدا. النتائج كانت مذهلة. الأفراد اللي هم من الفئة الأولى لم يتفوقوا فقط على الأفراد اللي هم من الفئة الثالثة اللي ما تدربوا، بل أيضا تفوقوا على الناس اللي تدربوا على التصويب في الواقع. تصوروا، هذا يجسد الحلم الواعي كنوع من أنواع التدريب اللي الدماغ يتفاعل معاها في أي مجال في الحياة. حد بيقول الله، هل فعلا ممكن نتدرب ونتعلم وإحنا نايمين؟ الإجابة الغريبة هي نعم ممكن. مهارة الحلم الواعي تساعدك بشكل فعال في التخلص من الكوابيس. لو كان الشخص يمتلك مستوى ابتدائي من مهارة الحلم الواعي، فمجرد معرفته أن اللي يشوفه حلم راح تخفف كثيراً من الآثار النفسية اللي سببها الكابوس بالنسبة له، لأن أثناء الكابوس يعتقد أن كل شيء يشوفه حقيقي، ومع الوقت يصير هذا الشخص يخاف من النوم وتبدأ تصيب اضطرابات عصبية ونفسية. لكن إذا كان مستواه أعلى في الأحلام الواعية، ممكن أن يغير بإرادته أحداث الكابوس، وممكن أن يستبدل بكوابيسه أحلام جميلة يصممها بنفسه. الحلم الواعي ممكن يصير حيوي جداً في التشافي من الأمراض العضوية والنفسية. الأطباء عادةً يستخدمون الصور المرئية المهدئة والإيجابية في علاج المرضى علشان يساعدونهم على تحمل آلامهم الجسدية، والحلم الواعي هو من أقوى تلك الوسائل لتزويد المرضى بمثل هذه الصور، لأنه يساعد كذلك على مواجهة الخوف المرضي أو الفوبيا. مثلاً إذا كنت مصاب برهاب الأماكن المرتفعة، ممكن تصمم حلم بأنك تصعد إلى قمة جبل وتنظر إلى الأسفل بدون أي خوف. هذه المواجهة الافتراضية المكررة لخوفك راح تساعدك بشكل كبير على التخلص منه. في عام 1984 أجرى الدكتور إد كلوب، وهو متخصص في الكيمياء الحيوية، أجرى تجربة على نفسه بعد ما تدرب على تصميم أحلامه والتحكم فيها. كان عنده التهاب في اللوز، فصمم حلم يرى فيه لوزة تشفى من الالتهاب، وبعد ما استفاق كان الالتهاب قد راح بنسبة 95%. وفي عام 2012 أجريت تجربة في معهد ماكس بلانك للطب النفسي في ميونخ، جابوا فيها واحد محترف في التحكم في الحلم الواعي، وحطوه في جهاز فانكشنال MRI اللي يفحص الدماغ بدقة عالية جداً من خلال نشاط الموجات الصادرة منه وتدفق الدم فيه. واتفقوا وياه أن لما يدخل في الحلم الواعي يحرك عينه، وفعلا لما دخل في الحلم حرك عينه. السؤال هو كيف عرفوا أنه كان فعلا في حلم وما كان يخدعهم؟ الدماغ يصدر مجموعة من الموجات تقاس بالهرتز. طيب، لما ينام الإنسان يقل إصدار هذه الموجات جدا. لما نام هذا الشخص شافه في الجهاز أن موجات دماغه نزلت تماماً بين 1 و2 هرتز، وظلوا يراقبونه، وفجأة بدأت ترتفع وترتفع لين وصلت إلى 25 هرتز. في هاللحظة حرك عينه. هذا هو تردد الحلم، واستمرت في الارتفاع حتى وصلت الترددات إلى 40 هرتز، وهنا كان في قمة التحكم في حلمه. هذه التجربة أسهمت في الإثباتات العلمية لحقيقة قدرة الإنسان على التحكم في أحلامه. الآن أكيد تتساءلون، كيف ممكن أمتلك مهارة الحلم الواعي؟ كيف ممكن أحلم متى ما أبغي بكامل إرادتي؟ العنصران اللي لازم يتوافران في الشخص اللي يبقى يمتلك المهارة هذه هما النية أو الرغبة والعقل النقدي. شو يعني؟ لابد تكون عندك رغبة جامحة
أنك تحلم حلم واعي، ولابد تمتلك قوة مركزة من التفكير النقدي، بحيث لما تكون موجود في الحلم تعرف أن هذا حلم وما تخلي الأمور تفلت منك، وعلشان أيضا تقدر أنك أنت تدرك الفرق بين الواقع والأحلام. لكي تنجح في هذه المهمة تحتاج أولا أنك تدون أحلامك، يعني من تقوم من النوم تكتب تفاصيل أحلامك مباشرة في مفكرة يومية. هذا التدوين يساعدنا على تذكر الأحلام، وبالتالي نبدأ نفهم نمط أحلامنا. ترى سبحان الله كل إنسان له أنماط في أحلامه مثل ما له أنماط في حياته، ومع الوقت ينشأ نوع من التعود والألفة مع أنماط أحلامك فتتمكن من تمييزها. يعني إذا حرصت أنك أنت تتذكر كل حلم يلاحق فيه مثلا حيوان مفترس، بيجيك اليوم اللي بتدرك فيه تلقائيا وانت نايم أن مثل هالمشهد هو مجرد حلم، لأن دماغك الآن فهم أن هذا النمط من المشاهد مستحيل يكون واقعي، وبالتالي راح توقف الحلم. اعمل اختبار للواقع من حولك أثناء اليقظة، واسأل نفسك أكثر من مرة في اليوم، هل هذا اللي قاعد يحصل أمامي هو حقيقة أم حلم؟ هو طبعا حقيقة لأنك أنت مستيقظ، بس هذا السؤال راح يساعد دماغك أن يركز أكثر على ملامح الحقيقة ويفرق بينها وبين الحلم. استخدم أسلوب قراءة الأرقام والحروف، يعني مثلا اقرأ أرقام السيارات في الشوارع وفجأة غير اتجاه البصر لثواني وارجع مرة ثانية. إذا كانت الأرقام نفسها في الحالتين فأنت في حالة يقظة. حد بيقول طيب شو الفائدة من هذا التمرين؟ الفائدة هي أنك لما تكون في الحلم ويكون في شيء مزعجنك وانت مش عارف أنت في حلم أم في يقظة، فتغير اتجاه البصر وترجع مرة ثانية وتشوف أن هذا المشهد قد تغير، هنا بيدرك الدماغ مباشرة أنك أنت في حلم مش في واقع. لو قلت لكم أن هناك اليوم تقنيات تخليكم تتحكمون في أحلامكم أكثر، لكن قبل أبدأ لازم أقولكم بأن هذه عبارة عن منتجات تجارية حتى الآن ولم تثبت علميا. هذا السليب ماسك اسمه رمي، شو اللي يسوي؟ لما تشغله قبل النوم تشوف الإضاءة هذه طلعت، بعدين شو اللي يصير؟ تحطه على عيونك وتنام. لما تبدأ تحلم تدخل في مرحلة الرم اللي هو Rapid Eye Movement، عينك تتحرك بشكل سريع، فالماسك يلقط أن العين تتحرك، إذن أنت في حلم، فيرسل إضاءة خفيفة ما تصحيك من النوم لكن تدخل داخل العين، فالدماغ يبدأ ينتبه أن في شيء جاي من الخارج فيقول لك أنت في حلم. مرة مرتين وعشرة وعشرين تتعود أنك أنت تفرق بين الحلم وبين الواقع، ومع الممارسة قد تصبح مصمم أحلام محترف. إذن الأحلام ما عادت مجرد مشاهد خيالية يشوفها النائم يستمتع فيها أو يضايق منها، بل صارت تدرس وتفحص علميا. من المهم جدا أن لا يبطل الإنسان حياته بما يراه في النوم ويهرع مباشرة لمأول أحلام ويربط مصيره كله بكلامه، لأن مع التقدم العلمي قدر الإنسان أن يفهم كيف يعمل حلمه، وقدر أن يصمم أحلامه الخاصة أيضا علشان يتغلب على مشكلاته النفسية والجسدية. نحتاج أن ننظر لهذه الكشوفات العلمية على أنها فرصة للارتقاء بالنفس والعقل وإيجاد آفاق جديدة ما كانت تخطر على بال البشر. الكشف البعيد.